في حلم من إيمان ميمي. أيوة. يقول أبي متوفي الله يرحمه يا رب. الله يرحم جميع أموات المسلمين. آمين. من 4 شهور. قبل الأسبوع صدقت باللحم والمواد الغذائية. واليوم شفته في المنام قال أريد مزيدا من الصدقة لم توصلنا كلها. معناته صدقتها فيها غلط. الصدقة صار فيها غلط. يعني الصدقة كان فيها رياء أو تخاذل. أنا ما أنا قلت غير رياء. انك انت تورجي الناس ان تصدقي ممكن صدقتي على ناس انت عارفه في قلبك انهم هذول ممكن مش محتاجينها تماما او ربما ما تقصيتي بشكل افضل ولكن في النهايه تصدقي مره ثانيه ان امكن في بعض الطعام للفقراء المساكين ولكن لا تروحي لنفس الجهات اللي رحتي لها سواء كانت جهات خيريه مثلا هم قاموا بالنيابه عنك بالشيء هذا او ناس انت لانك تعرفيهم قلتي انا هذول يستحقوا الصدقه شوفي ناس يستحقونها بمعنى الكلمه والحرف.